السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة مطبخي صحتي تقدم لكم طبق اليوم، هو عبارة عن فطيرة تفاح، هي لا تاختو بوم. لا تاختو بوم صراحة هي معروفة عالميا، كل الناس كيحبوها. مذاق ديال التفاح اللي كيكون في وسط من واحد الفطيرة كيعطيها واحد يعني واحد الوجو، واحد الذوق رائع. هاد لا تاخت اللي حضرت اليوم انا بصراحة ما فيها لا لاباط بغيزي ولا لاباط صابلي ولا حتى لاباط فيتي. انا حضرتها بطريقتي وبمكونات بسيطه جدا. هنمشيو للمكونات. اللي بغي يعرف، اول حاجه غادي نحتاجو تفاح. غادي ناخدو واحد جوج ديال التفاحات، واخا يكونوا دوك التفاحات فيهم شي بلايص يعني خامجين او لا شي حاجه، ماشي مشكل، غادي نحيدوهم. هذوك هما يعني نختاروا دائما التفاح اللي كيكون ضروب، هو اللي غادي نديرو في الديسير ديالنا ولا نديرو في الحلوي ديالنا. كنقيو، انا بصراحه ما كنحيدليش الجلده، انا عزيزه عليا التفاح بالجلده ديالو، فكنغسلو كيفيه جيده جدا يعني بالماء النقي، ويعني باستمرار كنبقى نفرك هذيك الجلده ديال التفاح يعني تنحيدو منها اي حاجه فيها. من بعد كنقيو التفاحه ديالنا، نحيدو كاع الاشياء اللي ما مزياناش، نحيدو ليها القلب ديالها. دائما يعني تختاروا ملي تكونوا كتشريو التفاح، واخا تلقاوه يعني مضروب شي شويه وتلقاو الثمن ديالو مرفوق شي شويه، ماشي مشكل، غادي تاخدوه وديروا به هاد الاشياء اللي كنديروا في الديسير ديالنا. بعد ما نقيناه كناخدو التفاح ديالنا وكنقطعوه هكا شرائح شرائح تكون رقيقه، باش يعني نزينو بها هذيك الفطيره. المهم غادي تمشيو نتوما على الطريقه اللي درت، يعني حتى تنقيو التفاحه ديالكم او التفاح ديالكم. انا خديت المول، لان هاد الانواع ديال المول دوك ديال الزاج كيكون فيهم دائما كبير وصغير، فبصراحه انا كان عندي بجوج ولكن الكبير تهرس بقى لي غير هذاك الصغير، باش اللي كنستعمل دائما في لي طاخت، يعني كنستعمل في لي طاخت في الحرش في البسبوسات وفي المهم. حاولوا تنقيوه كيما شفتوا، تتنقيوه مزيان. هاد الفطيرة هذه بصراحة انا وليت كنستعملها تقريبا مرة في الاسبوع، لان كتعجبني بزاف وفي نفس الوقت سهلة وتتحضر بسرعة. كيما شفتوا كنقطعوا التفاح شرائح بحال هكا يكونوا رقاق، ومني تسليو كناخدو عصير حامضة كنعصروها وكنضعوها مع هاد الشرائح هادو، لان الحامض ما كيخليش التفاح يتاكسد او لا يتغير اللون ديالو. تمشيو نتوما على الطريقه هذه، تتساليو كاع التفاح اللي عندكم. المهم كيما قلت لكم غديروا عصير حامضه، غادي نديرو تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال العسل، العسل ديال البرتقال، وغادي نديرو القرفه. القرفه غادي ديرو يعني انا بصراحه عزيزه عليا القرفه، داكشي علاش درت كميه مزيانه. وزيدونا هي كتعطي المنظر وتتعطي المذاق رائع لهذا التفاح، كتجي مع التفاح بزاف. غادي تحاولوا انكم تخلطوا هاد المكونات، يعني التفاح مع العسل والحامض والقرفه بشويه، لان انتم عارفين باننا قطعنا التفاح رقيق باش ما يتكسرش، وحنا بغيناه يبقى هكاك بداك الشكل ديالو. حاولوا يعني تخلطوه بشويه حتى باش يندمج لينا العسل والحامض، باش التفاح ديالنا ياخد المذاق ديال داكشي ديال يعني العصير ديال الحامض والعسل وهذا القرفه. غادي نخليو هاد الخليط او هاد التفاح في شي مكان نغطيه ونخليه جانبا حتى نحتاجو ليه. دابا غادي خليته انا باش يشرب داك
حامض وسميتو باش يعطي مذاق ديالو زوين. خديت وعاء ديك الهشوة، غادي نطحن فيها واحد الكاس ديال التمر. غادي نقيو التمر وغادي نعبرو في كاس بحال هكا، كاس ديال العنبة. وغادي ناخد كاس ديال عصير البرتقال، غادي نهز منه النص وغادي نرطب فيه هاد التمر باش يرطب ليا، باش ملي بغي نطحنو يطحن دغيا وما يعذبنيش في الطحين ديالو. نطحنو بصراحة، انا كنطحن بهدي لان ديجا خدمت بيها، داكشي علاش هي موسخة قلت بلا ما ندير الدرب، ما ندير خلاط الكهربائي. غادي ناخدو واحد البول وغادي نحطو فيه 3 البيضات، نخلطوهم مع شوية تقريبا راس معلقة ديال الملحة. ما تكتلش الملحة بزاف لان المكون اللي غنديرو اخر ما غاديش يحتاج لينا الملحة بزاف، يعني ديك القبيصة ديال الملحة كتعطينا كتتقاد لينا الذوق ديال الكيكة ولا الحاجة. هادي راس معلقة ديال البادية، انا هاد البادية بصراحة نحماق عليها بزاف، واصلا هي مفيدة بزاف 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 بزاف، الاشياء فيها مهمة بزاف. وغادي نخلطو البيض ديالنا مع هاد المكونات بجوج باش يعني تطلق لينا البيض. غادي نضيفو داك البيوري ديال سميتو التمر مع الحام مع الليمون مع عصير البرتقال. بصراحة هاد الساتوية هادي كتنفع، كتكرط كل شيء. دي هي الكراطة ديال الكوزينة. انا كنسميها الكراطة ديال الكوزينة. المهم كنخلطو هاد المكون وكنضيفو ما تبقى من العصير، يعني هاد الطاس هذا كنت عمرته كله بالعصير وخديت منه قياس اللي رطبت فيه سميتو التمر. ومن بعد دابا ضفت كل شيء، نخلطو باش يعني المكونات ديالنا تندمج مع بعضياتها. غادي ناخدو يعني تقريبا كاس ما كاملش ديال اللوز. اللوز غسلته مزيان ونشفته في الفران، يعني ماشي حمرته، غير نشفته. ومن بعد طحنته عارف هذيك ديال الهشوار، هي فاش طحنته باش هو ما كيكونش بودرة بودرة، مي كيكون ما بين وبين. غادي ناخد 2 معلقات كبار ديال الزبدة ذائبة، لأن دائما تندوب الزبدة، كندير معاها شوية ديال شوية المليحة، وكندير معاها الزعتر اللي كنديرو دائما في الزبدة، تنقولو لي ايزوكني، كيعطيها مذاق رائع. انا كتعجبني بداك المذاق ديالها، كتجيني بحال لو بوغ نوازيت. ملي كي يعني في الطبخ العالمي كاينه لو بوغ نوازيت، ملي كيبغي يديروها في شي كيكات معينين كيديروها بهذيك الطريقه. هذا الزبيب بلدي اسود، رطبته حتى انتفخ، وغادي نديرو دابا معاه هاد الخليط. احنا بغينا ناخدو اشياء فيها مكونات صحيه ومفيده. هذا المكون الرئيسي هو الخبز، الخبز ديال الدار. انا تنعجن خبزي بالخميره البلديه وبالقماح والشعير والبذرات وكلشي كلشي كلشي فيه، والخميره البلديه. هذا الخبز هذا انا بصراحه ما ترميش منه حتى فرتوته هي الاخرانيه ما كرميهاش. مع عمر خبزي انا ما ترمى، عمر خبزي شاط اصلا. كنضيف ليها بيكربونات الصوديوم، معلقه ونص ديال بيكربونات الصوديوم، وغادي نضيف ليها 2 معالق كبار ديال السميده. انا مخلطاها مع داك الخبز باش تكونوا عارفين، انا ما وريتهاش لكم، ولكن انا ضايفها ليه. دير 2 معالق كبار ديال السميده، ضفت ليها 1.5 معلقة ديال البيكربونات الصوديوم، وغادي نخلطوا هاد المكونات عيب شويه. غادي نستعن بداك الستاتيو باش نخلط، ما نبقاوش نحركوا في الخليط بزاف لان كاينه السميده وكاين الخبز، باش ما نسقوش يعني نحصلوا على عجين. احنا ما بغيناش العجين، احنا بغينا الخليط يجي هشيش صافي. دابا منين حسيت بيه بان المكونات كلها اندمجت مع بعضياتها، كنكون شعلت الفران قبل على 300 درجة. غادي ناخد مول، غادي ندهنو بالزبده. انا كنفضل انني ندهنو بالزبده لان ملي كيتدهن بالزبده كيتدهن كله،
ملي كندردرو عليه السميده كتشد لينا السميده على القطر ديال المول كله. شفتو دابا كون دهناه بالزيت غادي تبقى بلاصه مدهونه، بلاصه ما مدهوناش فاش غادي نبغي يعني نلبسوه بالسميده غادي تبقى بلاصه شاده بلاصه ما شاداش. وهذه الطريقه تعجبني انا مزيان باش يعني نتفاداو ان الاشياء اللي كنحطو في المول تلصق. صافي كنفرغوا المحتوى ديالنا في المول، يعني بدات السميده والخبز كيشربوا داك السائل، وسميتو والبيكربونات الصوديوم كتتفاعل بزاف مع الاشياء الحامضه، يعني اي حاجه فيها لاسيد سيتريك تتفاعل معها. راكو عارفين ملي كديروا بيكربونات الصوديوم على الحامض شنو كيطرى ليها، كتتفاعل تدير كشكوشه، وراه داكشي اللي كيوقع عليها دابا ملي درناها مع الليمون. غادي ناخدو المهم غادي نحاولو نبسطو الخليط ديالنا، وغادي ناخدو التفاح اللي كنا رقدناه في داك الحامض وسميتو خدا، يعني خدا الحموضية ديال الحامض والحلاوة ديال العسل والقرفة، يعني جا من السم مزيان. ما نقول لكمش هاد لا تخت دي كي كانت في المذاق ديالها. لا قلت لكم حاجه بان ما تصدقونش، كليت انا والوالده ديالي في نهار في نهار. فطرنا منها شي شويه شي شويه، عاوتاني قالت لي نغير لاز، قلت لها واخا وانا نهزها عاوتاني، وعطيتها عطيني واحد طرف كبير وزيتها انا كليت حتى ما خلينا منها والو. بصحتنا بصراحه، بصحتنا بصحتنا. ما تنسونيش من اللايك وما تنسونيش من البارتاج وشي تعليق محفز. صافي انتم كتشوفوا كيف ما زيناها، يعني الشكل ديال لا تخت كتيكون هاد السيرو هذا ما غاديش نتخلصوا منه. هذا السيرو غادي نحتاجوا له، غادي نضيف ليه شويه سكر. غادي نخشي دابا لا تخت ديالي في الفران، الشبكه ديال الفران تتكون الوسط، وكنخليها تطيب تقريبا شي 15 دقيقه، ولكن نتوما غادي تبقى تردوا لها البن انفو كتبان لكم تحمرت صافي كتحيدوها. هاد السيرو اللي بقى كنضيف ليه ثاني واحد جوج معلقات ديال العسل كبار، وكنديرو في فوق النار حتى تيتعسل، يعني حتى تيولي خاطر عقد شويه. هانتوما كتشوفوا بعد ما طابت خرجتها من الفران جات فنه رائعه ما شاء الله، ما شهيتكمش فيها بصراحه. هاد لا طاخت الا جربتوها ما بقيتوش تفرقوا عليها، انا شخصيا وليت مدمنه عليها، وليت غير نهار الحد لان الروبو عندي الاثنين، نهار الحد دائما تندي التفاح كنعرف راسي غادي نديرها. صافي كنكون موجوده ليها قوامه، تنسقيوها بهذاك السيرو باش يعني تعطينا داك سميتو داك البغيونس اللي كتكون في لي تارت من الفوق، وفي نفس الوقت كتعطينا ديك الحموضه اللي كتكون في داك السيرو كتندمج مع لا تارت كتعطينا مذاق رائع. المهم نقول لكم تنقول لكم فما عادش نقدر نوصل لكم داك الاحساس وداك المذاق اللي كان فيها بصراحه، ذوق زويون اشياء بسيطه وطلعنا يعني تارت في المستوى. هذه لا تخت تقدروا نديروها في محلات ديال الحلويات ونبيعوها يعني بدون اي مشكل، نبيعوها بثمن اللي كتباع بها اي حلوه اللي كتباع في محلات كبيره. وما تنسونيش من البارطاج، ما تنسونيش من لايكات، وانا دائما كنفكر في انني ندير اشياء اللي تكون صحيه ومفيده وفيها قيمه غذائيه اللي يعني تنفعنا، وفي نفس الوقت ما تكونش عندها ضرر على الجهاز الهضمي ديالنا ولا حتى البكتيريا الصديقه. فكنقدم لكم هذه الحلوه بالصحه والراحه. ما تنسونيش دائما جيم جيم جيم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد اللي فيه يعني فيه كل المكونات اللي غادي تنفعكم. انتم غادي تشوفوا فاش غادي نقطعها كيفاش تجي. انا بصراحه ما سخيتش هاد الطاخت نقطعها كاع، هاكا غادي نخليها ديكور. ها انتم كتشوفوا كي تجي الطاخت روعه 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 وخفيفه، كتاكلوها بحال ما كليتو حتى حاجه، يعني ما شاء الله ما شاء الله. ما تترددوش انكم تجربوها، فهي غادي تعجبكم وغادي تعجب الدراري وليداتكم، وحتى واحد ما غادي يجي في باله بانكم درتو فيها خبز.
نتلاقاو في وصفة جديدة وطبق جديد إن شاء الله. ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك. وما تنساوش هذا الكاس ديال القهوة من السمن حتى هو، عاوتاني ما نقول لكم شنو، انا راه كنحماق على القهوة مع الشبة، عزيزة عليا بزاف مع هاد مع الطرف ديال لاطاخت. صافي خليتكم بالراحة، مع السلامة.